السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. اليوم هو اول ايام عيد الاضحى المبارك. جنى صباح الخير، هلا صحيت من النوم جنى. وجاد طبعا كل صباح الخير. صباح الخير. واياد، اياد الصغير، صباح الخير. ايش معلم؟ هلا نروح صلاة العيد. نام تختي انت. وليد قول باي. باي. اوكي وليد هناك نايم. يلا صلاة العيد. يلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. زي ما انتم سامعين الآن تكبيرات العيد الساعة هلأ تقريبا 6 الصبح. الصلاة الساعة 6:30، كمان نصف ساعة. خلينا نجهز هلأ وعشان نوريكم كيف راح نروح نصلي صلاة العيد. صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم بعد ما صحصحنا والامور الطيبه والبسنة الجديده الجميله؟ نظاره بدون نظاره ما بعرف. اوكي الان يا جماعه متجهين لصلاه العيد. هيا بنا، خلينا نروح. يلا يلا. الله اكبر طيب يا جماعة، طبعا وصلنا على عند بيت تيتا. حلو، هلا راح نروح مشي على المصلى يعني او المصلى الخارجي. هون بيت تيتا، شو في جوا البيت؟ في 5 خواريف. بعد صلاة العيد راح ايش؟ راح نذبحهم. بالضبط، فخلينا نروح نصلي العيد بعدين نرجع نشوف الخواريف شو وضعهم. يلا. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هلا هلا بدهم يبقوا البلالين يا جماعه، يرموهم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. طيب يا جماعة، الآن مع عمو حسام، عمي أخو بابا وابن عمي يزن. كيفك يزن؟ رايحين هلا نجيب حمص وفلافل عشان نفطر. يلا كل عام وانتم بخير، عساكم العوادة. يلا. طيب يا جماعة، هي جبنا صحون الحمص طبعا جايبين للعيلة كلها تقريبا، وهي الخبز والفيفتة تحت. هلا رايحين على البيت عند تيتا وإن شاء الله راح يكون فطور خرافي. يلا الان مع الفطور العائلي الجميل. هلا حاج منور، هلا يا هلا يوسف. المهم بوزع الخبز المعلم. يا هلا هلا خبز خبز لو سمحت. كل عام كل خير. تفضل. كل خير، شكرا لك. معالق الفلافل والفول والحمص والفته والاشياء الجميله كلها هاي، وعصم بوزع. وهذا فطور العيد الجميل اللطيف وصحتين وبس يا ابي. اوكي. اها، هون الشغل. ايش مين الشباب؟ مين الشباب يوسف؟ ايه احنا بنعتني طبعا. يا اخوان هذاك هذاك 30، هذاك اللي نايم هيو، هذا انا اسمه ابو رجلين مسلوخه. طب وهذا شو اسمه؟ هذا استاذ فجعان. استاذ فجعان، يلا وسط طبيعي. يا حبيبي يا حبيبي، مين هذا؟ طبعا شو اسمهم الثلاثه دولاك؟ في واحد عصبي. احلف 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 والله هسه لنذبحك، استنى شوي. احلف احلف يا جماعه، يذكر طعم الخروف، بده يدلله قبل ما يموت. صح اياد؟ يلا اعطيه خبز، اعطيه خبز. هو بيموت من الخبز؟ لا ما بيموت، ما بيموت. بيموت من الذبح؟ تقصد يعني بيموت من الذبح بقصد انا. طب انه ايش مش فاهم خبز وبطيخ يعني ايش؟ طب جيب له بالمره جبنه. شو رايك؟ جبنه ما بتنفع معه، بس الخبز بدي اكل والبطيخ وراء الشجر. يا معلم يا معلم، جهد جد رح نذبح الخروف. ليش؟ خروف. السلام عليكم معلم، كيفك؟ وقد حانت اللحظة الحاسمة.
والله هلا راح يروح فيها يا اخوان. عن هذا الخروف الاول انه هنا خروف وهنا خروف وهنا ثلاثة وهنا فيك ثلاث واليوم نتعرف على الاسم الكريم شكرا. وليد موضوع عندك ها موضوع عندك يا جماعة سوف تكمل الآن عملية الذبح يا رب بسم الله وليد وليد تعال يلا الصوم صور هلا والله يا هلا والله عصومي امسكوا منيح عصومي يلا عصومي امسك ما عليكم روح يا شاكر روح يا زاده يلا لا لا ولد 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 يعني شوف شوف احنا اصحاب اوكي احنا شارينك عشان الاضحيه يعني احنا ما بدنا لو سمحت خليك متعاون معانا وخلينا نطلعك فوق عشان يعني انت يعني لا تشد لا لا لا, لا اسمع لو عصبت انا هلا لا لا يعني ما بعجبك الوضع استوب بالله بس فكره يعني على فكره شوفيتها سمعت طيب ساحب خلاص سمعت هدى الموضوع خلاص تمام اتركه خليه يلا يلا يا شاكر يلا اللي بعده صوت الذبح عشان ما بحبش اشوفه ما بتحب تشوف ايش الذبح والله ابشع ذبح يا حرام طب انت حزنت عليه يعني يعني انت هو كان صاحبك كانوا اصحابك كلهم طب ليه خليته يدفعهم حاولت امنعهم بس هم بيطلعوا دم شو علي صوتك ايش هم عم بيطلعوا دم بس ما بقدر اوقف على الدم قدامهم. انت حاولت تمنعهم يعني بس هم ما رضيوا لا ما قدرتش عشان انا صغير المره الجايه ما بنذبحهم اوكي بحبك انا هنجيب كمان خروف طبعا هنجيب كمان خروف شو للدم ولا لشو للطعم ولا للشرب بس خلاص نربيه يعني اوكي خلاص حاضر عشان طعمي ونشربه حاضر ولا يهمك كل ما يجيبوا الخراف من هناك امنعهم ما تدخل ما تطلعهم برا حاضر يا عم حاضر وبعدين احكي لهم لكلهم اذا بدهم يذبحوا ما حخليهم اوكي حاضر طيب يا جماعة بعد ما خلصنا من ذبح الغرفان والحفلة اللي كانت موجودة قبل شوي الان عدنا الى المنزل وطبعا يعني ميتين تعب لانه يعني فعليا من امبارح مواصلين ما نمنا من كثر الحماس للعيد ولكن تعرف كالعادة يعني لازم بعد ذبح الاضاحي والاشياء هاي لازم ناخذ بريك خفيف بعدها عشان نبلش الزيارات والحفل الاخرى يعني فلذلك الان خلينا نعطيها يعني بسموها قيلولة سليبنج خفيف خفيف هيك كم ساعة زمن وبعدين حنصحى ان شاء الله ونكملكم الفلوج ونكمل زيارات والعيد الجميل اللطيف فخليكم معانا يا جماعة عدنا لكم من جديد بعد الاستيقاظ من النوم طبعا الحمد لله صحينا جهزنا حالنا لبسنا اواعي العيد جاد احكيلهم كيفكم جانا كمان معنا بابا وماما وولي واياد بالسيارة الثانية هلا رايحين ان شاء الله نزور مين رايحين نزور هلا خال بابا خاله لبابا راح ينزوره هلا فيلا يكون خاله لبابا كيفك سيدو كمان انت بخير سيدو بخير بالصحه والسلامه والله انك اقول لك شغله انت احلى واحد كل بكل اخوانك بارك الله الله يسعدك يا حبيبي الله يسعدك يا سيدو الله يسعدك خير في الدنيا والاخره امين يا رب اللهم صل على سيدنا رسول الله في الجامعه وانا اخر سنه توجيهي ان شاء الله على بركه الله الله يسعدك يا رب نسمعوا اخباركم الصابه ان شاء الله يا رب الله يسعدك يا رب نراكم في قمه ان شاء الله المجد وقمه التفوق الله يسمع منك يا رب اللهم امين وصلنا عند ثاني قارب عزوز كيفك وصلنا هي عند قرايبنا ثانيا خلصنا من سيدو تيتا وهلا رايحين عند قرايبنا طيب يا جماعة وهيك بنكون وصلنا لنهاية البلوج طبعا رحنا زيارات صورنا لكم هيك جزء بسيط منها ودبحنا الخروف الحمد لله كان اشي جدا جميل مرة ثانية بحب احكي لكم كل عام وانتم بألف خير يا رب واضحى سعيد تحياتي لكم وبالنهاية لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد على قناتنا على يوتيوب ونشوفكم بحلقات تانية ومع السلامة